سليم كاباكتشي. سليم كاباكتشي. معقول يكون هو؟ مو معقول يكون سليم اللي بعرفه. عم تحكي معي يا ابني؟ لا يا عمتي، ما عم حاكيكي، بس اسم الدكتور مارق عراسي. قصدك عن الدكتور سليم؟ أكيد. هالدكتور كتير شاطر وروحه كتير حلوة. معقول يكون هاد هو؟ لو سمحتي لحظة، فيني أسألك سؤال؟ تفضل. هلأ قديش عمر الدكتور سليم تقريباً؟ لا تضحك علي، بعرف إنه السؤال كتير بايخ، بس ممكن نطلع معارف. تعرفي أصوله من أي منطقة كمان؟ من كوتاهيا أو شيء قريب؟ شو عرفك؟ من كوتاهيا، تاوشانلي. يسمو إيديك، عزبتك، يعطيك العافية. هاد هو سليم؟ معقول سليم صار دكتور؟ ولا هاد واحد تاني؟ إذا كان هو، حلال عليه. يلا لكان، خليني ودعك. حاسس حالي طاير من الفرحة. شو أول مرة بتروح على المدرسة؟ ليش مبسوط؟ أول مرة بروح على هاي المدرسة، يعني مدرسة جديدة ورفقات جداد وأساتذة جديدة. بكرة أسبوع زمان وبتتعود على الكل يا ابني. إذا بدنا نضل واقفين هون عم نحكي رح نتأخر من أول يوم. مو حلو أتأخر من أول يوم. يلا بخاطرك يا أمي. مع السلامة. يلا يا روحي بخاطرك. ركز بدروسك. استنى يا ابني، أنا جاي معك. يا بطل، بدك تحفظ الطريق منيح مشان ترجع لحالك. حاضر بابا. هلا بخلص اللي بايدي وباخذك على صفك. اي فرع؟ هلا انت جاي من ازمير، لهيك ما بتعرف انه عندنا هون ما في غير فرع واحد، الف خمسة. فرع واحد بس؟ ايه، ما في غيره. خليني وصل مراد على صفه وبرجع لعندك. ماشي يا ابني، انتبه على دروسك. يا أستاذ، صبي بأمانتك. الجبال والتلال والسهول وحتى الهضاب كلها منقول عنها تضاريس، ونقدر نحدد أي شكل على سطح الأرض حسب ارتفاعه عن سطح البحر. تفضل. آسف على المقاطعة، بس جايب معي طالب جديد. أهلا وسهلا. أهلا فيكي أنسة. مراد صار بأمانتك، يلا بالتوفيق. شكرا لك. يا اولاد رفيقكم الجديد حابب يدرس معكم بالصف، مراد جاي لهون من ازمير. مراد رح تتعود على تاوشانلي وعلى هاي المدرسه الجديده، ورح يصير في عندك رفقات جداد هون كمان. بتمنى يا شباب انكم تساعدوا رفيقكم. شو رايك تعرفنا عن حالك؟ انا اسمي مراد ارسوز، انتقلت لهون من ازمير، ابي شرطي ونقلوا دوامه لهون. ايه تمام، بكفي هالقد، فيك تروح تقعد بهداك المقعد. وفي كمان تلال بتكون عالية. انت شو اسمك؟ مراد. ومن وين جاية؟ سليم، شو انت ما كنت معنا بالصف؟ بلك كنت هون معلمتي. ما سمعت مراد لما كان عم يعرفنا عن حاله وجاوب على هاي الأسئلة؟ لا ما سمعته. مازال ما سمعت، فيك تسأله شو ما بدك لما تخلص الحصة. حاضر معلمتي. هلأ خلونا نكمل الدرس. حصتنا عن الجغرافيا يا مراد.
هلأ أنا مرقت من هون. ولا طريقي بيشبهه. ليك تعال قلك، شو قلت لي اسمك؟ مراد. وانت شو اسمك؟ سليم. شو بك عم تتلفت يمين وشمال؟ عم حاول اتذكر طريق بيتي. شو نسيان طريق بيتكم يا غبي؟ عم تقلي غبي؟ شو لكان؟ شو اسمه اللي ما بيعرف طريق بيته؟ شو بدك سميك يعني؟ استنى تعال شوي، يمكن يكون بيتي من هون. تروح تلعب مباراة اليوم؟ ايه اكيد بروح، لكن خلينا نستعجل شوي. ليكني وصلت عبيتي. منيح، بشوفك بكرة. ليش هالولد كتير غريب؟ رجع البطل حبيب أمه من المدرسة لحاله اليوم، أهلا وسهلا. برافو عليك يا حبيبي. كيف كان يومك حبيبي؟ احكي لي شو عملتوا. نحكي بعدين يا أمي. هدي هالشنطة، يعني رايح على المكتبة هلأ. شو بدك تجيب من المكتبة حبيبي؟ المعلمة طلبت كم شغلة وأنا لازم روح جيبهم هلأ. بس يجي أبوك من الشغل بتروح معه يا روحي. بس يا أمي. مراد هذا كمان رفيقي معي بالصف، اسمه هارون. شو بدك؟ رايحين نلعب مباراة أنا والشباب، تحب تلعب معنا؟ إيه بيجي. فيني روح ألعب معهم يا أمي؟ إيه روح بسرعة. لوين رايح؟ رجع غير تيابك. شو رايح تلعب بتياب المدرسة؟ مو مشكلة، بينطروك رفقاتك. يا هارون انطر شوي. حاضر. طيب خبرني حبيبي، حبيت معلمتك؟ بحكي لك بس ارجع. أكلت سندويشتك ولا رجعت معك كمان؟ لا خلصت. لا توسخ حالك ماشي؟ حاضر أمي. يلا خلصت جاي. ماشي. لا تتأخر، دير بالك توسخ تيابك. وين بدنا نلعب طابة؟ بالملعب هون. يلا 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 هات هات اعطيني بوس. يلا هات هات هات. انا بفوت جول. هات اعطيني اعطيني بوس. يلا بسرعه تعال. اعطيني اعطيني. يلا يا اخي يلا بدنا بوس. يلا اعطيني. شوطه شوطه. هات يلا جنان. يلا شوط المرمى. اعطيني يلا اعطيني. يلا ايه ايه هات هات. يلا اعطيني. يلا اعطيني. يلا جيبوه جيبوه. هات هات. انا بفوت جول. يلا انا هات هات. يلا اعطيني اعطيني. بدنا نفوز. يلا يلا هات بوس. يلا عندي اعطيني شوطه. يلا اعطيني. ما قدرت انت ما بتعرف تلعب. ليش جيت معنا على الفريق؟ بس انت ما عرفت. لك يلا يلا بسرعه اعطيني شوطه منيح يا زلمه. ليش جيت معنا على الفريق؟ اعطيني يلا عندي. هات هات. يلا يلا شباب اعطيني اعطيني. مره طابه مره. يلا ليش واقف؟ هات اسرع شوطه منيح. اعطيني شوطه. شوطه منيح. يلا هات يلا هات. ايوه ارفع راسك شوطه منيح. بعد عصر يا زلمه خليها عندي. يلا هات هات. اعطيني بس ما قدرت. العب العب اعطيني بس. يلا اعطيني. العبني. يلا يلا هات. ما بصير ثاني مره. اعطيني اهلا عندي. ثاني مره ما تلعب معنا بالفريق اذا ما بتعرف تلعب. لك اعطيني. يلا ها مره. يلا هات اعطيني بس. اعطيني هات هات. انا بفوت جول. هات اعطيني. لك اعطيني بس. يلا هات اعطيني اعطيني. يلا مره. يلا اعطيني. هات هات بس. مره اللي عندي. يلا اعطيني. يلا اعطيني. عندي جول. برافو مراد. برافو عليك. برافو عليك. مراد مراد مراد. نزلوني بسرعه. مين هاد؟ هذا كباكتشي. كباكتشي ما شفته. وينه؟ ليك ورا الشجره. كباكتشي انت شو عم تعمل عندك؟ انتو ليش عم تنادوا له كباكتشي؟ لانه كنيتو كباكتشي. ليه ما بيلعب معنا؟ لانه مستحيل يقدر يلعب معنا، ما بيقدر يوصل للمستوى تبعنا باللعب. ليش يعني؟ لانه هو حدا كتير غبي.
أحسن لك تبعد عنه. وما فهمت ليش. كل الصفات الوسخة بتلاقيها فيه، من الكذب وحتى السرقة. حتى السرقة؟ إيه السرقة. ركود مينا. بما أنه هرب معناته عاملة مرة تانية. سرق مني كل شيء. وأنا كمان مو تارك لي شيء. أنتم سرقتوا؟ بس شو سرق لكم؟ سرق مني القرص. رح فرجيكم شو رح أعمل فيه بس أمسكه. يلا يا شباب تعالوا خلينا نروح نمسكه. طيب شو يعني قرص؟ بعدين منفهمك. تعال معنا. يلا تعال بسرعة يلا. وقعت بإيدي يا وسخ. لوين بدك تهرب مني يا حرامي؟ ما رح تجي بكرة على المدرسة؟ بتشوف كيف رح دفعك ثمن هالشي يا سليم. قدر يهرب، ما قدرت امسكه. هرب ما لحقته، كان سريع كتير. طلع اكلهم كلهم. يا جماعة فهموني شو يعني قرص. مفكرني مسامحك على اللي عملته؟ نتحاسب. يمكن كان جوعان مشان هيك أكلون. يا جماعة فهموني بقى شو يعني هذا اللي اسمه قرص. معقول أنت ما بتعرف لهلأ شو هو القرص؟ أول مرة بسمع فيه. أنت عن جد ما بتعرف؟ تاخد قطعتين بسكوت بتحط بيناتهم قطعة راحة وبتكبسهم وهيك بصير عندك قرص. ها هيك تعرفها؟ ايه أكيد، بس ما كنت بعرف إنه بسموه قرص. انت متأكد انه سليم يلي سرقه؟ كانوا بإيده شفتهم، بعدين مو أول مرة. طيب هاي الشغلة مو غالية، ليش عم يسرقها؟ لأنه هو بطبعه حرامي، بيسرق شو ما بيطلع قدامه، لهيك اسمع مني وبعد عنه. معقول الواحد بيسرق راحة وبسكوت يا أبي؟ أنا عقلي ما استوعب هالفكرة. خلينا يا ابني ما نسميها سرقة، هاي بتكون حسد يعني. بس هو على طول بيعمل هيك مثل ما بيخبروني الشباب. مو قلت لي يا ابني انهم ما بيلعبوا معهم؟ يمكن هذا الشيء اللي خلاه يعمل هيك. يمكن تكون عيلته فقيرة وما معه مصاري. مو مشكلة، انا راح اسأل عن القصة. انتو مين ناطرين؟ كاباكتشي. شو عمل معكم؟ خليه يجي لهم بالأول، بعدين بتعرفي شو عامل. سليم؟ سليم؟ عم احكي معك، شو ما عم تسمعني؟ سمعانك ماني أطراش. ليش ما رديت علي؟ ليش بدي رد؟ كان بدي اسألك سؤال. اسألني شو ناطر يعني؟ انت اللي سرقت القراص من الشباب؟ ومن وين تعرفها هاي؟ مين اللي علمك هالاسم؟ اسمه قرص يا زكي. ايه مثل بعض، المهم انت سرقتهم. شو دخلك؟ عم يقول الشباب انك انت سرقتهم بس انا مو مصدقون. صدق اللي بدك يا انت ورفقاتك، بس بعد عني ماشي؟ سليم. Thank you.
وين هاد؟ ليك هونيك، هاي اجا كباكتشي وصل. في معه هاد اللي من ازمير. نحن ما قلنا له ما يقرب عليه. صباح ليك الخير. ليك هاد عم بقول صباح الخير ولا كأنه عامل شي؟ انا عم اقول صباح الخير لإيلين. لا تصبح علي ولا تحاكيني. يلا نشوف، عطينا الحساب تبع مبارح. اي حساب؟ نسيت شو عملت فينا مبارح؟ يا شباب ما بستر هالشي. فهمني انت ليش سرقت لي القراص؟ ما سرقتهم، فكرت شي حدا نسيانا تحت الشجرة. شوف كيف عم يكذب وهو مرتاح. لا تردي احكيهم يا إيلين. مين بدي صدق صدقك إلك؟ شباب لا تكبروا القصة. شو واقفين عم تعملوا هنيك؟ يلا على الصف. نصيحة بعد عن هالولد. هارون يلا على الصف. بعطي لي مراد لعندي لما يرجع من المدرسة، بدي شوف شو ناقصه. رح ابعته الا اذا كان عنده شي لعبة طابة، او رح يعملوا زيارة لهذا اللي اسمه سليم. اليوم انا رح اسال عن اهله لهذا الصبي. ايه بيكون احسن. يلا بخاطرك لكان. مع السلامة، الله معك. لو ما وصلت الآن سكنوا مين وهارون ضربوك. ما بيسترجوا يقربوا علي. انت وين ساكن؟ ليش بدك تعرف؟ لا بس حابب اعرف، اللي وين؟ انا ما بحب جاوب على الأسئلة اللي ما برتاح لها ابدا، وكمان ما بحب حدا يمشي معي مثل خيالي. سليم، من شوي رجع أبوك على البيت وكان كتير معصب، خايفة يعمل له شي لأمك. لو سمحت في مجال أسأل سؤال؟ تفضل يا ابني. انا عم دور على عنوان سليم. سليم كباكتشي. قصدك سليم ابنه لسيف؟ على الاغلب. روح دغري من هون، بعدين بتلف على اليسار بتلاقي كم بيت هنيك، بيته واحد من هالبيوت. يسلمون يا عمي. اه لك لا توجعني، لك شو بدك فيني؟ فهمني. بس يا زلمه اتركه، لك بعد عني. امتى بدك تصير زلمه؟ والله لربي الأرض فيك. ركب حالي مشان الله. سكوت. اتركني حرام لك. فهمني شو عم يعمل هالولد هون؟ صدقني ما بعرف يا أبي. قلت لك إنه قلع من هون ولك. ما عم يروح من بالي منظر سليم وأبوه عم يضربه. حرام هالولد، لساته صغير ليتحمل كل هالضرب والإهانة من أبوه. أنا لهلأ ما عم بفهم شو سبب هالضرب كله. معقول زلمة بيرفع إيده على مرته؟ مو إيده يا أبي، كان عم يرفسه برجله. شو هالوساخة؟ ما عم استوعب الفكرة. بابا فينا نعمل معه شي؟ أكيد رح نعمل، بس هنن لازم يجوا يقدموا لنا شكوى. أول ما يجوا يشتكوا بدي خلي هذا الزلمة يندم على الساعة اللي ضربهم فيها. في إلك عندي أخبار حلوة. شو هالأخبار؟ أنت لازم تروح تشتكي على أبوك. شو؟ إذا بشتكي عليه بوقتها رح يضربني أنا وأمي. هو أساساً عم يضربكن. صورة أمك بالأرض ما عم تروح من بالي. هو بيعمل فيك نفس الشي. لا دخل حالك بأمورنا الشخصية، فهمان؟ إيلين؟ شوفي شو هاد؟ هدول أنا عملتن كرمالي. لا ما بدي شي منك، الله أعلم من مي بتكون سارقون. والله أنا اللي عملتن صدقيني.
بسيطة لا تزعل. شو قصتك أنت يا زلمة بتحب تتدخل بكل شيء؟ حل عني. نشتكي على أبي للشرطة؟ عيب نروح نشتكي على أبوك للشرطة يا أبي. بس يا أمي هو عم يضربنا. بعرف عم بيضربنا، بس ما فينا نروح نشتكي عليه، هالشي ما بيرضي الله ولا العالم كمان. لا يا أبي، هاد أنت كمان؟ سليم أنا ما عرفت أعمله لحالي، في مجال تعلمني؟ شو أنت جاي تضحك علي؟ في حدا ما بيعرف يعمل هدول الأقراص؟ يلا روح من هون. سليم مين إجا ابني؟ هاد رفيقي من المدرسة. خليه يفوت، ما بيقدر عنده وظايف. روح يلا بسرعة روح. ليش هيك عم يتعامل معي؟ يا ابني اسمعني لقلك، تعا شوي تعا لشوف، بدي احكي معك كلمتين. نعم خالتي. انت ابن للشرطي الجديد اللي انتقل لهون؟ ايه يا خالتي. قلو لابوك يحطه لهذا سيف بالسجن، كل الجيران عم يشتكوا منه، وهو كل يوم بينزل ضرب بهالمرة المسكينة، والله العظيم حرام، قلبنا عم يتقطع عليهم، خصوصي وقت يضرب ابنه. عم يضربه كتير لسليم، أكتر من أمه. شو بدي أحكي لك؟ لأحكي لك كان في عندي رفيق بالمدرسة يلي بأزمير اسمه سراج، كان كتير شاطر بهي اللعبة. أنت بتعرف تعملها؟ يا بنات أنا عاملة حفلة بعيد ميلادي وناطرتكم تجو. يا شباب الأسبوع الجاي بيكون عيد ميلادي، عاملة حفلة بالبيت وكلكم معزومين. كم طابق عاملين الجاتو؟ مفاجأة. تعالي بدي أحكي معك شوي. شو أنت مو ناوية تعزمي لسليم؟ ليش بدي أعزم سليم ليحضر عيد ميلادي؟ أمي ما بتخلي يفوت. استنى انت لوين رايح؟ هلا بتعصب الأنسة. لوين رايح هاد؟ اكيد في شي مصيبة رايح يعمله. اكيد هذا سليم شارق له شي سرقة جديدة وهربان. طيب لوين أنا 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 أمي ألين عم تشرحي لنا على القوة اللي بحاجة للاتصال يا أنسي. سليم وينه؟ راح يا أنسي. كيف راح؟ لوين؟ ما بنعرف والله. شو القصة يا مراد؟ يا أنسي أنا بعرف ليش طلع سليم من المدرسة. احكي لي. ألين عزمت كل الطلاب اليوم على عيد ميلادها إلا سليم ما عزمته. في شي بيجبرني أعزمه يا أنسي؟ خلص سكروا عالسيرة، ألين عدي محلك، مراد عود كمان. يا ريت لو كان فيني أعمل شي لخفف من زعله.
بترجاك يا أبي لا تضربني. سكوت ولا حرف. بترجاك حاجة بكفي. خلاص ولك. بوس إيدك خلاص. ما تحكي معي. يا أبي بترجاك اتركني. سكوت. آه. تعال هون. سليم. مفكرني رح أتركك؟ يا أبي بترجاك حاجة تضربني والله صرت أفهم. أنا بورجيك شو رح أعمل. بعدي ولك. انت اسكتي لا تتدخلي لا تضربني خلاص انا عم ربي للولد بترجاك خلاص انا بعرف لكن فاتوا ما بيحكوا معه من تحت راسي انا بورجيكم مراد لا تخبر رفقاتنا باللي شفته مين هدول الشباب رفقاتنا بالمدرسه ما بدي حدا منهم يعرف شيء أنا زعلان كتير على سليم يا أبي وأنا كمان مثلك بابا خلينا نعمل شي لنساعد سليم وأمه مراد معه حق باللي عم يقوله مو معقول نكون منعرف وما نتحرك بكرة رح أحكي مع المحافظ بهذا الموضوع والملح وين الملح؟ ليك وينه؟ هاي الأكلة مو طيبة نرش عليها غير ملح ليش ما عرفتي تملحيها من الأول؟ روحي جيبي لي شاي تكرم عينك مين الحقير اللي عم يدق الباب؟ روحي افتحي يلا تفضل سيد سيف كباتشي موجود؟ ايه هون نادي لي لو سمحتي في زلمة على الباب قال بده يشوفك مين هالزلمة؟ ما خطر على بالي اسأله مين ليش من امتى انت بتعملي شي صح؟ روحي من هون سليم شو صار لك؟ شفت أبي راكب هدليك السيارة وأنا شفتها كمان مراد بلاقيك مع كباكتشي مرة تانية احكي شو بدك بسرعة يا هارون رايحين نلعب بعد شوي أنا والشباب تحب تجي؟ لا اليوم ما فيني أمي شفت أبي رايح وراكب سيارة غريبة ايه بعرف اجوا اخذوا ابوك من شوي هات شو جابه شو جابك لهون أنا بعرف لوين راح أبوك بالسيارة يا سليم جاية بس خبرك لتعرف يلا أحكي لشوف تعال معي أحكي خلصني أنت شو بتعرف؟ أخذوا أبوك هلا على مكتب المحافظ ليش؟ أبي حكى مع المحافظ والمحافظ كان بده يتصل بأبوك وينبهه ما يرجع يمد إيده عليك وعلى أمك أنت شو عملت يا مراد؟ إذا بيعرف أبي بهالشي رح يفكرني بشتكي عليه ورح يضربني لا ما رح يعمل شي أوف.
نشوف لأنت في يتحمل. أعطيني أنينة مي مختومة. ما عنا مي مختومة. كيف ما عنا؟ شكل الحرب رح تعلق. روح اشتري بكرة. حاضر، بكرة بجيب. روح جيب لي مي من الدكان. الدكان مسكرة هلأ. إذا الدكان مسكرة روح جيب من القهوة. يلا قوم روح خلصني. حاضر بابا. هاد أول يوم بننام من دون خناق. يا ريت لو بنضل عطول هيك. أنا ما كان في عندي رفقات من ورا سمعة أبي. حد عم يفهم اللي حاسس فيه من جوا. مراد، أهلا وسهلا يا أبي. يعطيك العافية يا أبي. شو بدك تخبرني شي؟ بس ما يكون شي خبر مو منيح. شو رأيك نروح نزور سليم اليوم؟ بس يا ابني نحن ما بنعرف أهله لسليم. بتتعرف عليهم؟ بس بترجاك بابا. بتعرف اليوم شو قال لي سليم بابا؟ قال إنه ما حدا بزورهم بالبيت. مو حرام يا أبي؟ ما رح أقدر أقولك لا بعد ما حكيت هالجملة. ضميري ما عاد يسمح لي. خلص تكرم عينك منروح. يسلموا يا أبي، الله يخلي لي إياك. أنا دوامي اليوم خلص، رح خلص اللي بإيدي ومنروح سوا. شو رأيك نمرق ناخد معنا جاتو؟ مشان ناخده لبيت سليم؟ أكيد. في عندي فكرة أحسن. يسلم. أول مرة بحياتي بروح لزور حدا وباخذ لهم معي علبة راحة وبسكوت. سليم كتير بيحب لهالأكلة يا أبي، أحسن من الجاتو. ماشي. أمي الباب عم يندق. إيه حبيبي أنا سمعته. شو عم يصير؟ شو هالتخبيط هاد؟ باب البيت عم بيندق. طيب قوموا افتحوا الباب. مساء الخير يا سليم. سليم؟ أهلك موجودين بالبيت؟ نحن أهله لمراد وجايين نعملكم زيارة. جايين تزورونا؟ أه. لحظة لخبر أهلي. قلت لك مو حلوة نزور الجماعة هيك فجأة. لو خبرنا أبو لسليم ما رح يقبل يستقبلنا. إيه مو حلوة نحط الولد بموقف بشع. أمي تعي شوي، إجا مراد وأهله. كيف بدي أقول لهم ما بدنا نستقبلهم يا أمي؟ بسيطة ابني، كيف بدنا نفيق أبوك؟ مانك شايفه نايم؟ ما قلت لكم ما طالعوا صوت بدي نام؟
في ضيوف على باب البيت. مين هدول الضيوف؟ تعرف رفيقه لسليم اللي أبوه بالشرطة؟ جايين يزورونا. الشرطي؟ أنا ما كان ناقصني غير الشرطة، بيكون ابنك هو اللي عازمه. أنا ما عزمته. طيب لكن خليهم يفوتوا. اجينا بدون موعد لأنه ابني مراد هيك بده. أمانة لا تواخذونا. أهلا وسهلا فيك يا سيدي. يسلموا، ليش عذبتي حالك؟ صحة وعافية. يسلموا، جبنا راحة وبسكوت كرمال مراد. هالأكلة مشهورة هون مو هيك؟ ايه كل الأولاد بيحبوها. أنا بعرف إنه سليم كتير بيحبها كمان. سليم، كيف المدرسة معك يا ابني؟ سليم ضعيف شوي بالمدرسة، بس إذا درسنا سوا رح يتحسنوا علاماته. فكرة إنه تدرسوا مع بعض كتير حلوة يا ابني. لا ما في داعي تعذبوا حالكن، مو باقي كتير حتى يخلص دوام المدرسة. صح رح يخلصوا ابتدائية، بس لسه في الإعدادي وبعده الثانوي وكمان الجامعة. سليم ما رح يكمل دراسته من بعد الابتدائي، بده يروح يشتغل. أحسن ما يضيع وقته بالمدرسة، يروح يتعلم له شي مصلحة من هو وصغير. ما في أحسن من الشهادة يا سيد سيف. ما في مشكلة، بيدرسوا مع بعض على القليلة لحتى يخلصوا هالسنة. ايه يدرسوا مع بعض. يلا نحن بتسمحوا لنا. خليكن اشربوا كاسة تانية. يسلموا ايديكن، بكرة عنا شغل ولازم ننام بكير. تعا يا ابني. يلا بخاطركن. تصبحوا على خير. مع السلامة. تشرفنا بمعرفتكن. مع السلامة. يلا تعال ابني. هالزلمة كتير غريب. ما قلت لكم من الأول يا أمي؟ معقول ما بده يخلي ابنه يدرس؟ ما شفتوا لسليم كيف زعل لما سمع أبوه عم يقول هيك عن الدراسة؟ بس إن شاء الله ما يعمل شي لابنه من ورا زيارتنا هاي. إن شاء الله. كل هالشي عم يصير من تحت راسك أنت. إذا بتعمل شي مرة تانية بدي كسر عظامك. أنا والله ما عمل شي يا أبي. أنا عم حذرك هالمرة وانت الباقي عندك. الصبي عم بيقلك انه ما عنده علم بشي. وانتي متفقة معهم كمان؟ اذا انا ما بعرف امي كيف بدها تعرف يعني؟ لا تكذب علي. والله ما عم كذب، عمي احمد هو اللي كان حابب يشوفك. وعمي احمد كمان ولا؟ المحافظ اول شي وهلا الشرطة؟ لا تضربه. احكوا لشوف مين اللي اشتكى للمحافظ؟ مين اللي بده يورطني؟ شو مفكرين اني ما بفهم؟ إذا بيجوا الشرطة عبيتي مرة تانية بدي أطلع بروحكن. إذا بتتزاكوا رح ورجيكن قيمتكن. سليم؟ سليم شو صاير؟ تركني أنا وعائلتي بحالنا يا مراد. مراد؟ أنت ليش مانك بالمدرسة يا أبني؟ شفت سليم اليوم يا أبي، شفته كانت ورمانة وما بده يحكي معي، وقت حكيته قلعني ما بده يحاكيني. ليش بقى؟
ما سألته يا أبي، بس بتوقع إنه أبو مبارح ضربه بعد ما رحنا. بابا أنا بترجاك تساعده بهالمشكلة. خلص أنا بعرف كيف أتصرف معه، أنت رجع على مدرستك. ماني مصدق قيمت اكل من الجاتو. وانا كمان ايلين، خلينا نمشي. استنى لسه كل ما اجوا. عثمان شو مو رايح على عيد ميلاد ايلين؟ سليم شو ما بدك تجي تحضر عيد ميلاد ايلين؟ قبل ما يجي هلا بيسرق الجاتو ما بيخلي حدا ياكل. سليم اذا بتحب فيك تجي تحضر عيد ميلادي. عن جد عم تحكي؟ بس بشرط واحد. شو هالشرط؟ توعدني انك ما رح تسرق لي قالب الجاتو. سليم بدي احكي معك. شوفي انا ما رح روح على عيد ميلاد ايلين ولا شو دخلني. اذا بتحب فينا ندرس سوا وبعدين بنلعب شوي. ما بدي. رح علمك كيف تروح تشتكي على أبوك يا سليم. بدي أسألكم سؤال واحد، تعرفوا شو يعني إنكم تبلغوا عني وتتعاونوا مع الشرطة ضدي؟ أنا هلأ بدي أعلم ابنك شو هي حدوده. اجيت مو؟ راجع على البيت بدون ما تخجل من اللي عملته؟ أنا شو عملت يا أبي؟ وما بتعرف حالك شو عملت كمان؟ أنت كيف بتتجرأ تشتكي علي؟ بس أنا ما رحت اشتكيت عليك. ما عاد لك عيشة بهالبيت. روح لعند اللي اشتكيت له علي. لا بترجع. خليكي على جنب. روح من هون. يلا ولك. نقلع. نقلع. لا ما ترجع. ما بقى بدي شوفك. روح من هون ولك. كباكتشي شو عم تبكي؟ كباكتشي عم يبكي معلم. أنا كمان كنت رح أبكي لو ما انعزمت على عيد ميلاد البنت اللي بحبها. إيه كان لازم يفكر بهالشي قبل ما يسرقنا. ولا شو رأيك كباكتشي؟ عم بحكي معك رد يا زلمة.
باقي شوي من قالب الجاتو تبع إيلين، إذا بتروح لهونيك يمكن يشفقوا عليك ويعطوك إياه. حلو عني كلكم، لا بقى حدا يحاكيني. على فكرة أنت واحد مجنون. تركوني بحالي، أنا مجنون وهلا رح ورجيك جناني. لا تهربوا، تعال شوية لهون. سليم شبك؟ عمو هذا عم يضربنا، خدوا على الحبس. انت هيك عم تغلط يا سليم. اللي عم اعمله انا غلط؟ لكان شو رايك باللي عمله ابنك فيني؟ شو عمل؟ من تحت راسه ابي قلعني من البيت، انا مقلع من البيت. طيب تعال معي لنلاقي حل. انت كتير جوعان مو هيك؟ هلا بيجي ابوك ومنتعشى سوا. احكي لي كيف كان يومك؟ هاي اجا ابوك. سليم شو صاير؟ خلينا نقعد بالاول يا ابني وبقلكن يلي صار. اهلا وسهلا حبيبي، انا رح روح جيب صحن زياده. اقعد لنتعشى. انت لساتك زعلان مني يا سليم؟ انا طلبت من ابي يتدخل بالموضوع لانه كنت زعلان عليك وعلى امك من هالحاله. ما في شيء بيتغير يا مراد، قد ما حاولت تعمل ابي ما رح يتغير. اليوم قلعني من البيت وبكره بيضربني ويسالني ليش نمت امبارح برا البيت. أنا رح أحكي مع أبوك يا سليم. هيك بتكبر المشكلة. ولا يهمك، أنا بعرف كيف أحكي معه بطريقتي. أبوك لسه ما إجا، بس ما يصير شيء مو منيح. لا تخاف ما بيصير شيء. انت كتير محظوظ يا مراد، في عندك عيلة بتحبك وفي عندك رفقات بيعملوا لك اللي بدك اياه وبيخافوا على مصلحتك. انت كمان في عندك رفقات بس تتعامل معهم بطريقة مو منيحة. انا لهلأ ما عم افهم ليش انت عم تسرق منهم اغراضهم. بدك تعيش حياتي لتفهم ليش انا عم بعمل هالشي. ما تدخل حياتك بطريقة تعاملك البشعة مع رفقاتك وسرقتهم. انت هيك مفكر، بس انا اصلا بتعامل مع رفقاتي هيك. بتحب تعرف شو السبب ورا هالمعاملة؟ يا ريت. لأنه ما بدي اياهم يحبوني وما بدي تعاملهم يكون منيح معي، لأنه لما يكون هيك ما حدا رح يفكر يجي يعمل لي زيارة ببيتي. إذا بيجي حدا منهم لعندي على البيت يا مراد أنا رح انفضح. تخيل معي أبي عم يضربني قدام رفقاتي اللي بالمدرسة، متخيل شو بتحس بهالموقف؟ شايف أنت ما عندك جواب على سؤالي، أنت ما بدك هالشي ولا حدا بيقبل بهالموقف. أبي مانه طبيعي، وبما أنه مو قدران أني غيره ما عندي خيار غير أني بعد رفقاتي عن البيت مشان ما يشوفوه. مشان هيك أنت عم تعمل كل هالقصص مع رفقاتنا. مزبوط، هذا هو السبب. أنا حكيت مع أبوك يا سليم وقلت له أنك اليوم رح تدرس عند مراد بالبيت، وقال ما عنده مانع. يسلموا إيديك يا عمو أحمد. يلا لكان كملوا دروسكن، تصبحوا على خير. وانت بخير. فهمت هلأ ليش أنا هيك عم بعمل؟ ايه فهمت، بس هلأ ماني مقتنع إنه اللي عم تعمله صح. معناها لسه ما فهمت. اهلا وسهلا. جيت بوقت مو مناسب شي؟ لا شو هالحكي، اهلا وسهلا، تفضلي فوتي. اهلا وسهلا فيكي، انبسطت بشوفتك، منيح اللي اجيتي تزوريني. انا بعلق لك يا، تفضلي من هون حبيبتي، تفضلي قعدي ارتاحي. اهلا وسهلا، طمنيني شو الاخبار؟ كيف بدها تكون أخباري يا ست إيمان؟ آخر مصايبه لزوجي قلع ابني من البيت. خلص لا تبكي، إن شاء الله محلولة. زوجي مستحيل يتغير للأحسن، أنا مشغول بالي على ابني، ما رح يخليه يدرس. ما
أنه أنا بدي يدرس وينجح ويصير له اسم كبير بالبلد. هو وطالع بيقلي ابعت خبر لابني أنه ما يرجع مرة تانية. شو هالأبهات؟ شو بدي أعمل يا ست إيمان؟ طولي بالك حبيبتي ولا تزعلي. بتهون بتهون، طولي بالك كله بيهون إن شاء الله. اليوم رح ندرس أنا وياك مشان فحص بكرة. أنا رايحة البيت. تعال لعندي بالأول وبعدين بتروح عبيتك. لا اتركني روح. تعال يا سليم، بقلي لأمي تعملنا قرص مناكله ومنقعد ندرس، شو رأيك؟ خلص ماشي. بصراحة أنا أجيت لعندك اليوم مشان أتشكرك لأنك فتحتي باب بيتك لأبني واستقبلتي عندك. مو عيب تحكي هالحكي، ما عملت شي لتشكريني. أنا بعتبر سليم مثل ابني وبابنا مفتوح أيمت ما حب. ليكن رجعوا من المدرسة؟ معقول يكون سليم راجع معه؟ أكيد. أمي أنت شو عم تعملي هون؟ ناطرتك لترجع يا روحي. أهلا وسهلا حبيبي، يعطيكم العافية يا شباب. قال لي مراد إجي لعنده مشان ندرس وبعدين بروح. بكرة في عنا فحص أدب تركي، قلت بنقعد لندرس أنا وسليم سوا. دروس يا حبيبي، دروس ونجاح يا روحي. أمك بدها إياك تكمل دراستك يا سليم. أمي هيك بدها، بس أبي ما رح يهمنا اللي بيقوله أبوك، إذا أنت حابب تدرس أنا موافقة. حياتي كلها ما درست فترة طويلة مثل اليوم. لازم هيك تضل عم تدرس من اليوم ورايح. ما كنت عرفان إنه أمي حابة إنه أدرس، مشان هيك رح صير أدرس أكتر من قبل. أنا كتير مبسوط بهالقرار تبعك. تأخر الوقت، أنا صار لازم روح على البيت. بدك تروح عن جد؟ أكيد بدي روح. طب بلكي أبوك رجع عمل لك شي. أنا تعودت يا مراد، ما رح أقضي حياتي قاعد عندك مشان أبي ما يضربني. سليم رجع. شو صار؟ شو عمو الشرطي قلعوا لابنك؟ ان شاء الله يكون هالمره تعلم انه ما يشتكي على ابوه. شو رجع عقلك لراسك مره تانيه؟ ناوي ترجع تبلغ عني للشرطة؟ يلا روح اقعد بالغرفة، كل ما اشوفك بيصير دمي يفور ويغلي. يا امي انا رايح ادرس. برافو حبيبي برافو. ميشيل 4، مصطفى 5، هارون 3، مينا 4، مراد 5، نور 2، ألين 4. باقي طالب واحد ما قلت لكم علامته، وأنا أصلا تركت علامته لآخر واحد لأنه ورقته هي أكتر ورقة فاجأتني بيناتكم. مين بده يكون يا ترى؟ أكيد كباكتشي. علامته ما بتتغير، دائما بياخذ واحد. هلا رح قلكم العلامه اللي فاجأتني. سليم 5. جايب العلامه التامه. قولوا لي كيف جاب بس اكيد جاب اكيد بالغش. يعني بيضل بغش اكيد. أمي شوفي
عرفت هاد وهاد كمان والتنتين الباقيين واخذت 5. برافو يا ابني. مينا 4، إيلين 5، أورهان 4، سليم 5. أكيد بالغش ما بصدق. حط به المادة جايبة العلامة التامة. ومعقول شو عن جد في شي غريب عم يتنقل هون؟ بين عم يتنقل ما بقدر يتنقل. برافو عليك، عن جد برافو يا سليم إنك نجحت. شكرا كثير لك يا معلمتي. أنا اليوم كتير مبسوط يا أمي. شو هي أول مرة بتاخد الجلاء بحياتك؟ ليش هالقد مبسوط؟ تعا شوف ابنك كتير مبسوط بالجلاء. وفوق هالشي رح يجي تقرير علاماتك كله ممتاز. بس أنا ماني مبسوط مشاني يا بابا، أنا مبسوط مشان رفيقي سليم. الامتحانات يلي قدمها كانت كتير ممتازة، لهيك مو مصدق إمتى شوف جلاؤه. يا حبيبي ما في أطيب من قلبك. تفضل جلاءك سليم. بتشارتوا انه راسب؟ تفضل جلاءك سليم. يا سلام، شوفوا شو مبسوط بالنتيجة تبعه. برافو عليك يا رفيق. رحت لك من قلبي. برافو، لازم تضلك هيك. تسمحي لي روح على البيت من هلأ يا معلمتي؟ بدي ورجي جلائي لأمي، بتكون ناطرتني. ايه إذا هيك روح، بس ليك ورجيها الجلاء ورجع مشان تلحق تحية العلم. حاضر. أمي تعي شوفي يا أمي، أنا نجحت. أمي أنا نجحت. سليم هات لشوف. برافو عليك يا ابني، دخيله الشاطر. تسلم لي ما أحلك. يا روحي. هلأ أنا راجع على المدرسة. ليش؟ بدي لحق تحية العلا. حاسك بدك تخبريني شي؟ ابنك سليم اليوم نجح بالمدرسة. منيح، هي خلصنا من المدرسة، معناها من بكرة الصبح بيروح ببلش شغل عند أيمن. بدك اياه يشتغل بالعطلة بس مو هيك؟ بس بالعطلة؟ راح يشتغل على طول. بس أنا حاببته أنه يكمل دراسته. شو بده يدرس؟ اسمعيني، إذا بتعبي راس ابنك بهالحكي الفاضي الله يعينك مني. بس أنا ما بدي اسمع كلمة. أنا لما أقول ما في مدارس يعني ما في. صباح الخير. صباح النور. شو لسه ما فاق مراد؟ بلا فاق، عم يغسل وشه. صباح الخير. صباح الخير حبيبي. ما إجاني نوم طول الليل من فرحتي بنجاح سليم. ليش ما عزمته يجي يفطر عندك ومنشوف الجلاء تبعه كمان؟ بتحب ناديله؟ ما بعرف، إذا حابب تشوفه وهيك بتقضوا كل النهار سوا. مثل ما بتعرف بكرة مسافرين ويمكن ما عاد تشوفوا بعض لتبلش المدرسة. رايح ناديله. لا تتأخروا مشان ما يبرد الشاي.
صباح الخير يا خالتي عائشة. صباح النور. اجيت مشان اعزمه لسليم يجي يفطر عنا. سليم مانو بالبيت. وين راح؟ سليم اليوم بلش شغل. عن جد بلش شغل؟ مبارح سكرت المدارس واليوم باعت ابنه على الشغل. مو معقول هالمجنون سيف. يمكن هذا هو. خليك هون. يعطيك العافية. أهلا وسهلا. سليم بلش شغل عندك؟ سليم مين؟ أنت عم تسأل عن ابنه لسيف؟ إيه مزبوط. بلش شغل من اليوم الصبح بس لسه ما حفظت اسمه. سليم مو هيك؟ سليم. سليم سليم تعال لهون. في عندك ضيوف بالمحل. ما بتتفضل نشربك كاسة شاي؟ غير مرة. شو أخبارك يا سليم؟ الحمد لله يا عمي أحمد. نحن بكرة راجعين على الضيعة يا سليم، وكنت حابب أشوفك قبل ما نسافر. إيه برافو عليك يا أولاد. ما في داعي لكل هالزعل هاد. بعد 3 شهور رح ترجعوا على المدرسة سوا. رح أشتغل هون اليوم ورايح. يعني على طول؟ يعني ما عاد تروح معي على المدرسة؟ سليم يسلموا. بتوقع انه ما بده اياك تشوفه عم يبكي. بس يا ابي هالحكي مو مقبول. سليم تعب كتير هالحاله وضل عم يدرس مشان ينجح ويكمل دراسته. خلينا نجرب نقنع ابوه لاخر مره. Devriyeler kol kol olmuş bakışır. Devriyeler kol kol olmuş
يا ابني مو كأنه مبكر؟ مراد مبارح رجع من ضيعته يا أمي، بدي أمره لعنده قبل الشغل. مو كتير بكير؟ ليش في عندي وقت فاضي غير هلأ؟ يلا بخاطرك. سليم؟ الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك، استنى نازل لعندك. يلا لا تطول. شكل عجبتك القعدة بضيعتكم. أكيد، لو ما بدها تفتح المدرسة ما كنا رح نرجع لهون. منيح اللي رجعتوا لكان. طول العطلة عم فكر فيك يا سليم، قدرت تلاقي شي حل لموضوع المدرسة؟ بدك تعرف إذا ناوي أرجع على المدرسة مرة تانية؟ أكيد. أبي ما رح يقبل داوم. أبي وعدني رح يقنع أبوك. وعدك؟ أبي رح يحكي مع أبوك ويحاول يقنعه إنه يبعتك على المدرسة. ما حدا بيقدر يغير رأيه لأبي شو ما كان. لا كتير تتأكد من هالشي يا بطل. أهلين عمي أحمد. ما في شي ما بيتغير. شو بلاقيكم اجتمعتوا من جديد؟ تفضل. أهلا وسهلا. أهلين فيك. أنت بتعرف ليش أنا طلبتك لهون مو هيك؟ إيه بعرف، بس اللي بدك يا حضرتك ما بيصير. ليش بقى؟ شو رح يصير إذا درس؟ هو من هلأ عم يتعلم مصلحة وبعدين بيروح بيفتح محل إله وبيعيش حياته. سليم حابب يكمل دراسته يا سيد سيف، بصفتك أبوه من واجبك تأمن له هاي الفرصة. ما عندي إمكانية على مصروفه. أقعد لنحكي. إذا ما كنت مضطر تصرف عليه، يعني مصاريف دراسته كلها كانت مجانية، كنت رح تخليه يدرس؟ إيه يمكن. ما في يمكن، يا بتخليه يا ما بتخليه، لهيك جاوبني. إيه معناها بخليه يكمل. ممتاز، معناها خبرني شو حابب نشربك. منشرب كاسة شاي. لشو الشاي؟ رح قلن يجيبوا لك قهوة. ليش لا؟ فرات جيب لي فنجانين قهوة لعندي، كيف بتحبها؟ سكر على الريحة. ايه اتنين سكر على الريحة لعندي. ليك ما رح تتراجع بعدين مو هيك؟ إذا حلت لك قصة المصروف رح تبعت سليم على المدرسة. قلت لك خلص رح أبعته. ماشي، لكن الولد بيرجع على المدرسة. كيف ما عرفت إنه رح يعمل هيك؟ ما كنت عارفان إنه في مدارس داخلية حكومية. وينه هلأ؟ سليم؟ ايه سليم، لكن مين بده يكون؟ جو عم بيضب شنتايته. الشغل تبعه كان ممتاز، كان عم يساعدني بمصروف البيت. خاطرك يا عمي أحمد. دير بالك على حالك يا بطل. تعا هاد بوسي. بابا؟ خاطرك يا أبي. بالأخير عملت يلي براسك، انتبه على حالك يا ابني. يا أمي. يا حبيبي. الله يحميك ويوفقك يا روحي. تعرف شو؟ أنا رح اشتاق لك كتير على فكرة. وأنا كمان. بس من حظي انك رح ترجع بوقت العطل والاعياد. إيلين؟ سليم رايح، بتعرفي هالشي؟ بده يروح على مدرسه جديده بكوتاهيا.
ايه وشو دخلني؟ خلاص شو بدك فيها لهالمجنونة؟ تعال شوف شو جبت لك معي. ماني مصدق انت تجي عطلت لي. وانا كمان. سلامتك، عليك العافية. يسلموا، الله يعافيك ويسلم إيديك يا دكتور. مراد أرسوز. ليكني. تفضل. مع عفاية يا خالتي. تفضل. من شو عم تشكي؟ اللي عم اشتكي منه هو هاد. شو هاد؟ لو سمحت افتحوا يا حضرة الدكتور. مراد أرسوز. مراد أرسوز. مراد أرسوز ابن عمي الشرطي أحمد. هو بذاته. ما عم صدق صرت الدكتور سليم. هالعمر كيف مرق. شايف. بتعرف إني لهلأ ماني مصدق؟ مو معقول كيف رجعنا اجتمعنا بعد كل هالسنين. أنا كان في عندي كتير أخبار بدي أقول لك إياها بس أرجع بعطلة الصيف، وبس رجعت وقالوا لي إنكم انتقلتوا انصدمت. نقلوا أبي على غير محافظة وكنت كتير زعلان لأني ما حكيتك. بعدين أنا تركت لك عنواني الجديد ورقمي. الورقة اللي تركتها وصلت لإيد أبي، وأنت بتعرف شو بيكون عمل فيها. طمني عن عمي أحمد. هلأ أبي متقاعد، راح استقر بالضيعة. تعرف أنه عمي أحمد ما غاب عن بالي؟ مستحيل أني أقدر أنساه بحياتي. لو لا ما قدرت أني أعمل شيء. إيه هلأ من شوي حكيت معه بس ما رد علي. خلينا نحكي شوي تانية. متخيل قديش رح يكون مبسوط لما يسمع صوتك؟ لسه لنشوف شو رح يصير فيه لما يعرف أنك صرت دكتور مشهور كمان. أنا كمان كتير مشتاق لأحكي معه. كيف صحة أمك وأبوك؟ ليكن هون عايشين معي. وأبوك كمان؟ وأبي كمان. عندي خبر كمان نسيت خبرك يا. خير إن شاء الله. شو الخبر؟ لساتك متذكر إيلين؟ البنت اللي كانت بصفنا. إيه تذكرتها لإيلين. شو أخبارها؟ تتذكر قديش كانت تكرهني هالبنت؟ هلأ صارت مرتي. تعرف هذا الشيء شو اسمه؟ هذا اسمه انتصار المثابرة. لا مو انتصار المثابرة، هذا اسمه قوة الصداقة. لأنه لو ما كنت موجود ولو ما كنت رفيق وفي وحقيقي بالنسبة إلي، ما كنت قدرت حقق شيء. هاي هي القوة، هاي هي القوة. لساتك قوي ما هيك؟ شو رأيك؟ أهلا وسهلا، شو بتحبوا تاخدوا؟ بسكوت وراحة. لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.